السلام عليكم. يونت 3 3 صفحة 31 عندنا listen 3 complete أكمل this tuple الجدول. هاي الفعل المضارع، هذا الماضي، هذا تصريف ذات الفعل. infinitive past tense ماضي، past participle الصيغة، صيغة الثالث، صيغة الفعل الثلاثي. cook يصير cooked، cooked. clean ينظف، cleaned، cleaned. paint painted، painted. talk talked، talked. mix يعني مزجة، mixed، mixed. هسه عندنا هنا هماتين أفعال مضارعة، هذا الماضي الباست، وهذا باست participle تصريف الثالث الفعل. see saw seen، hear heard heard، give give given، do did done، forget forgot forgotten، go went gone، eat ate eaten، drink drank drunk drunk، buy bought bought. المعلم اذا يسالك يقول لك سوي لي ماضي بسيط، حط له ايدي. اذا وهذا لما يستخدم، يستخدم الباست بارتيسيبل للمضارع التام البسيط. مضارع التام البسيط اذا قالت كلين تحط لها كليند، اذا قال لك سي تحط له سين. هاي اذا باست بارتيسيبل يعني بي بي الصيغة الفعل، الفعل الثلاثي الثالث، الصيغة الثالثة. مثل هذه تفسافك يعني هاز، إذا تذكرون بالفيديو اللي قبله قلنا الهاز، هاي الهاز أو الهاد، قصد الهاز أو الهاف، الهاز أو الهاف اللي وراها، اللي وراها لازم past participle يعني تصريف الثالث للفعل، تصريف الثالث للفعل اللي هو هذا الصيغة الثالثة، تصريف الثالث للفعل. ماشي؟ إذا بس أقول سيد تكتب وياه سين، هاي ورا هاف وهاز. heard heard، give given، do done، forget forgotten، go gone، eat eaten، drink drunk، buy bought. هذه تستخدم للمضارع التام البسيط اللي ويا اللي يجي قبلها هاز او هاف، انتبهوا عليها. هاي تجي وهذا تستعمل الماضي، ماضي البسيط. هذا لا، هذا المضارع التام البسيط، انتبهوا عليها، مهمه كلش. اذا حفظتي هذا الجدول ين تاخذون درجه عاليه، لان تجي هاي بالجمل، تجي بالجمل. و بعد شنو عندنا؟ عندنا هذه listen for، استمع different people، استمع للناس المختلفين talking بالتحدث. write واكتب one more أكثر من مرة من كلمات words in each set. زين. pool pool وعاء، glasses زجاج، الوعاء والزجاج شي يسموه؟ يسموه كبس، يسموه أكواب. زين. farther أبعد، higher أعلى، شي يصير؟ meters، meters يعني متر. purse محفظة، bag حقيبة، شي يسموه إذا نجي معناها؟ شو يصير معناتها؟ money نقود. وشنو؟ pocket جيب، pocket جيب. كلو دليل،
بازل لغز. شو الجواب مالته؟ انسر اجابه. برش فرشات، بينت رسم. اذا جماعه شو يصير؟ يصير كلر، كلر جات يعني معناته لون بوابه. جيم لعبه، difficult صعب. اذا جمعنا شو يصير؟ جيم يعني بلاي لعبه، اذا difficult صعب يصير كمبيوتر. كمبيوتر هذا تجيكم بالامتحانات الشهريه، يعني تجيكم فت كلمه او كلمتين المعاني يكتب لك مثلا هذه. اذا جمعنا شو يصير؟ اكواب. اذا جمعنا هاي شو يصير؟ اذا جمعنا هالكلمتين شو يصير؟ وانتبه عليها تجيكم بالامتحانات الشهريه. وأنا جاي أجمع لكم الأسئلة الشهرية وجاي أحطها بالامتحانات الشهرية للطلاب الجدد، وكتبت الكورس الأول للمكملين، وإن شاء الله نجاح للجميع، وأسألكم الدعاء.